دافي وضيفكو النهاردة اللي غايب عننا في الفترة دي هو النجم شريف خير الله. أهلا بحضرتك، منورنا في التلفزيون المصري. ربنا يخليك يا انجي، انت اللي منورة وانا فرحان ان انا معاكي. برنامج من البرامج المهمة جدا اللي بتذاع على قناة التلفزيون المصري. لسه بنحاول ان احنا نستمر. انتوا بتكافحوا. بنكافح. بتكافحوا يعني زي ما بيقولوا بتحفروا في الصخر عشان تفضلوا موجودين. ده حقيقي. بس انت ما والكرو كله بتاع المجموعه شاطرين ان انتوا لغايه النهارده واقفين على رجليكم. حفرت في الصخر عشان تفضل موجود يا استاذ شريف. طبعا، يا خبر ابيض. بس هو كان يعني كان تعب وشقى وحفر في صخر. المشكله ان بعد كل المجهود ده اكتشفت بقى بمناسبة الحفر ان احنا بنفحت في بحر. والله. والله. يعني بعد كل المسلسلات والافلام اللي الواحد عملها والحمد لله والمخرجين والنجوم، كبار المخرجين وكبار النجوم فجأة سينما، نقول عصر القوة، فخ الجواسيس، اجدع ناس، اجدع ناس، سوق النساء، سوق النساء، صعيدي رايح جاي، بهوات اخر زمن، الخزنجية، دراما، وحياة قلبي وافراحه، وحياة قلبي وافراحه، دراما. لا كتير قوي. انا في حاجات نسيتها اكتر من 100 عمل. زيزينيا. زيزينيا. زيزينيا، عفريت القرش، الظلال، السجين، مشرفه اللي هو رجل لهذا قاسم الزمان، امين، ورجل قاسم لهذا امين، اهل الهوى، استاذ انعام، محمد لا علي. هقعد يعني احكي في مسلسلات يعني ساعتها اما اتذاعت الحمد لله يعني كانت ناجحه جدا طبعا في المتحف، مع ان انا صغير مش كبير خالص يعني. لسه شعري اهو. لا لا لا، والله مش سابق ولا وشكله يجنن، وقدم اعمال كتيرة. الحمد لله السنة يعني كان برضو في بقى في الاخر كده بعد صرخة وجع عملت الاختيار في السنة اللي فاتت، كنت عامل دور مهم جدا اللي هو دور الراجل صاحب بازار وبيحصل مشاكل معاه كده، وعملت مسلسل النهايه، وعملت صرخه وجع. دي وجعتني انا جدا دلوقتي. ما هو طبعا اصل انت عارفه يا انجي، الفنان او الممثل بالتحديد ما بيعرفش يعيش حياته الشخصيه الطبيعيه الا من خلال شخصيه يكون بيمثلها. يعني انا لما باجي امثل شخصيه بتعايش معاها، بخرج مع اصحابي وبهزر واضحك، شريف الطبيعي، بس فكري واحاسيسي ومشاعري بتبقى في الشخصيه اللي انا بلعبها ديت، سواء مثلا مكرم عبيد او احمد فتحي زغلول او عبد العال في عفريت القرش، او زكريا، الشيخ زكريا احمد في اهل الهوى، او حتى الراجل كان هلال الدسوقي كمان في زيزينيا، هلال في في في, في زيزينيا، وعلي حسن في رايا وسكينه بتاع الذهب. فالواحد يعني ايه دايما فكره واحاسيسه ومشاعره متجهه لانه بيعمل حاجه بيحاول يقدم من خلالها شيء للناس. انا ما كانش في دماغي يعني ان انا ابقى نجم ولا مشهور ولا، انا كل اللي كان عايز تمثل، عايز امثل وعايز اعمل حاجه حلوه، عايز اعمل حاجه حلوه الناس تبقى فاكراني بيها، ناس بتقدر الحاجه الكويسه. هو الحمد لله يعني اكتشفت برضو ان يعني انا عملت الناس يعني برد فعل الناس ان انا فعلا عملت حاجه. الناس بتكلمني عن احمد الفيومي في عصر القوه ده على انه لسه الفيلم جديد، يقول لي ده انت عامل حته دور في عصر القوه ناديه الجندي، عبد الله غيث وناديه الجندي، وانت بطل الفيلم في الجزء الاول. يعني اتعلمت ايه من الكبار قوي اللي وقفت معاهم واشتغلت معاهم متهم وكل حاجة، بس كنا واخدينها خلاص فور جرانتد ان دول معانا وهو الوسط كده والتمثيل والممثلين لازم يكونوا كده، ولكن فجأة بتلاقي ان العملية اتغيرت. أيوه. تماما. ايوه. فبتتخض او بتجيلك زي لخبطة. اتلخبطت؟ طبعا طبعا اتلخبطت جدا، لانه انا الناس الكبار دول
عبد الله غيث واحمد زكي ونور الشريف، فريد شوقي، كل الناس دي شفتها وقابلتها وقعدت معاها واتكلمت، ما حسيتش ان هو نجم. انا هقول لك مره، الله يرحمه الملك فريد فريد شوقي، شوقي، الله ملك الترس الرائع. قابلني في مكان كده، وكان كنت انا والاستاذ رائد لبيب، فرائد لبيب قال له شريف خير الله، قال له عارف عارف عارفه، فقلت له نكته، قال لي بقول لك يا ولا اوعى تقول النكته دي لحد، عارف هو كان يا حبيبي يحب ياخد النكته يعني يقولها هو بقى بطريقته بطريقته. بطريقته. قلت له حاضر يا ملك، ومشيت انا والاستاذ فريد شوقي والاستاذ رائد لبيب، واحنا ماشيين قابلنا واحد فقال له اقول لك نكته بقى لسه جديده، فلسه بيقول النكته، فقال له شريف قالها لي، قال يلا انا مش قلت لك ما تقولش النكته دي، قلت له يا استاذ فريد انا ماشي معاك ما روحتش. يعني هو قد ايه كان كان طيب طيب وجميل. وكان حنين، وكان عارفه فريد شوقي، احمد زكي قد ايه معطاء، قد ايه محب، قد ايه يعني تحس صاحبي. اتعلمت منهم ايه؟ البساطه، البساطه، تواضع، التواضع، الحب، يعني بجد حب كمال الشغلانة. حب الشغلانه. وهم كانوا بيقولوا يعني الاجيال بتاعتنا، طول ما انت مخلص للشغل بتاعك وعايز تعمل حاجه حلوه، تاكد ان الشغلانه هتدي لك كل اللي بتتمناه. يعني مش انت عايز تتمنى تبقى نجم، ما تفكرش في انك تبقى نجم، فكر انك تعمل حاجه حلوه. حد منهم بيتعامل مع حد اقل منه او حد لسه بيبدا بعنف او لا 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 ايه ده، يعني انت جاي مش حافظ، لا انت لو اتلجلجت او غلطت ياخدك في حضنه، ايه يا حبيبي مالك، ده انا بحبك، ده انت بتمثلي حلو، هو ملوش علاقه بيك ولا عمره شافك بتمثلي، بس يديك قوه، يديك باور. حصل خلل في النص قبل الرجوع، يعني انا حاسه ان في شويه نشاط او الموضوع ابتدى كده زي ما بيقولوا ايه يشد حيله، ايوه ولكن حصل خلل في النص، اتضايقت، اكتئبت، الكاميرات ابتعدت عنك، كتبت مره على ايوه الفيسبوك قلت انا بفكر اشتغل سواق تاكسي، وحضرتك مش اول واحد يقول الكلام ده، ايوه فنانين كبار جدا قالوا الكلام ده، ايوه ولما الكاميرات بتبعد عن الممثل والممثل بيكون لسه ما زال على قيد الحياة ومعطاء ومخه معاه زي ما بيقولوا، قادر ان هو عنده عطاء كبير جدا، ولكن للأسف الشديد المسؤولين او الكاميرات بتدي ظهرها ليه، فساعتها هيعمل ايه الفنان؟ بيضطر ان هو يدور على اي شغلانة تانية عشان يربح منها، وحضرتك مش اول واحد انا اقعد معاه ويقول لي كده، فنانين كبار جدا. طبعا انا اتوجعت ندمت او اتضايقت انك كتبت كده؟ بعديها، ندمت الحقيقه ليه؟ على فكرة الشغل مش لا عيب، لا 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 والشغل لا، بس انا عمري في حياتي ما بتوجع او في حاجه تألمني واصرح بيها، دي طبيعتي، بس انا من كتر الوجع عارفه اللي هو بتقولي يعني حتى مش هاين عليكي تصرخي صرخه بصوت عالي، لا يعني انا تركي ابو، فانا عملت كده من كتر الوجع، ومن ووجعي حسيت انه فاض بيك ولا ووجعي كمان ما كانش ليا لوحدي، والله على زمايل كتير كتير يعني فنانين كبار. وعملوا تاريخ ولهم تأثير قوي عند الناس، والناس اتفرجت عليهم وسقفت لهم وقالوا لهم انتوا كويس. طب وبعدين هو اللي حصل مش الكاميرات اللي اديتنا ظهرها او الشغلانه، لا ده القائمين على الشغلانه في الفتره ديت قال لك دول مالهمش لازمه، ارميهم حطهم في كيس زباله كده واحدفهم في اي حته. انا حسيت كده، الجمهور لسه عايزهم، الكاميرات لسه عايزاهم، فيا ريت ان الساده القائمين كل الناس اللي موجوده تحاول تركز مع النجوم الكبار اللي موجودين والنجوم اللي مش كبار، لان دول بجد فنانين مهمين. ارجوكم عندنا فنانين ومصر كبيره قوي قوي. انا يعني عايز اقول لك احنا بقينا دلوقتي في المرحله دي زي ما بيقولوا كده ايه، مدربين، احنا الخبره، احنا اللي يعني لازم الناس تتعلم منكم طبعا. لا مش لازم يتعلموا، مش عايزينهم يتعلموا، بس على الاقل خالص ياخدوا بالهم مننا، يعني يحطوا عينهم علينا،
احنا مش قليلين، احنا عملنا صناعة وفن له تأثير هيعيش، احنا هنموت برضه غصب عنهم هيفضل موجود، زي ما كمال الشناوي موجود واسماعيل ياسين موجود، هنفضل موجودين. يعني انا عملت حوالي 12 فيلم، منهم 6 7 من الافلام كبيرة، الأفلام القوية، الكبيرة. عامل حوالي 70 80 مسلسل، منهم على الاقل خالص 15 20 مسلسل هيفضلوا موجودين. يعني الأسماء اللي قلناها دي أسماء. سيزينيا ورجل لهذا الزمان وقاسم امين وعفريت القرش والنار والتين واهل الهوى. انا استاذ وحيد حامد قال لي شريف انا عايزك معايا في اوان الوردة. طبعا انا فرحت، قلت له تحت امرك. قال لي انا عايز اقول لك على حاجه، انت هتعمل حلقه، انا عارف انت بتعمل بطولات وبتاع، بس سيبك بقى ايه من جو اللي انت عايش فيه ده، الحلقه دي عايزك تعتبرها فيلم مستقل وانت بطل الفيلم. هو قال لك قال كده؟ والله قال لي كده. قلت له طبعا يا استاذ وحيد انا تحته. رحت اشتغلت مع الاستاذ سمير سيف وصورت الحلقه، وعايز اقول لك الحلقه دي والله يا انجي عملت رد فعل يعني غير طبيعي، وخدت جايزه على الدور دوت، وكل كمان وكل المخرجين كلموني هنوني على الشغل اللي انا عامله، لانه طبعا بيبقى فيه كثافه مشاهده عاليه، طبعا خاصه انه استاذ وحيد حامد واستاذ سمير يسرى سيف وسمير ويسرى سيف كده طبعا. يعني. ف اكتر المخرجين اللي عملوا محطات مهمه في مدار مشوار حضرتك، او اللي غيروا من شريف خير الله. طبعا اول واحد كان الاستاذ رائد لبيب، استاذه انعام محمد علي، طبعا قاسم امين قاسم امين ومشرفه، ومشرفه، وعامل معاها دورين الحقيقه يعني من الادوار المهمه جدا. وحشتنا والله الست دي عظيمة، الاستاذه انعام مثلا من ضمن يعني مخرجة عظيمة طبعا طبعا عظيمة. وتاريخ يعني عملت، وكانت عندها قضيه. معلش استاذنك هقول لك على حاجه الاستاذه انعام عملتها، ايه واحنا بنحضر رجل لهذا الزمان اللي هو مشرفه ومكرم عبيد والنحاس والحدوته يعني طبعا، كاتبه الاستاذ محمد السيد عيد، بعتوا لها في مسلسل في قطاع خاص، يا استاذه انعام احنا عايزينك تعملي لنا المسلسل ده. قالت لهم انا عندي مسلسل. قال له حضرتك المسلسل اللي انت بتعمليه ده تبع كان مدينه الانتاج، إنتاج. انت هتاخدي فيه مثلا 100 قرش، احنا هنديكي 300. قالت لهم ايه ده؟ انتوا فاكرين انا بشتغل عشان اخد فلوس؟ حبيبتي انا بشتغل عشان عندي هدف وخطه لازم اخلصها، خطه ان انا بعمل اعمال بتحكي هعمله بعد كده هشوف. وكانت بتحضر بعديه طلعت حرب، كانت عايزه تعمل عايز طلعت تعمل حرب، طلعت حرب ما عرفتش تعمله، وطلعت حرب ده واحد من اهم الناس. ليه ما عرفتش تعمله؟ ما ساعدوهاش القائمين على الموضوع والحكايه، ما ساعدوهاش، ما قالولهاش، مع ان احنا في مرحله يعني لازم نقدم النماذج اصل احنا المشرفه. بنستغل اسمه كتير في الاعلانات، طبعا فلازم نعمل عنه عمل. لا، في اجيال ما تعرفوش. هو اللي حط الخطه الاقتصاديه صح. الحديثه لمصر. ولا في اجيال النهارده ما تعرفش ما مين طلعت تعرفش حرب، مين طلعت حرب، ما تعرفش حاجات كتير. مؤسس شركات ومصانع وبنوك، واول بنك مصري اتعمل بنك كبنك مصر. مصر عشان المصريين يحطوا فلوسهم فيه. صح. عندنا شخصيات مهمة جدا، أنا شايفة إن فعلا لازم يتعمل عليهم أعمال، لأن فعلا مصر مليانة بالشخصيات طبعا المهمة، طبعا. وممكن يكتب عنهم حاجات كتير جدا. لو تسمح لي نروح لفاصل ونرجع ونكمل مع نجمنا اللي منورنا النهاردة، النجم شريف خير الله، صاحب موهبة وخبرة وتاريخ. وبنرجع مرة تانية مع ضيفي اللي منورني النهاردة النجم شريف خير الله. ونفسك في ايه دلوقتي؟ نفسك تشوف الفن رايح فين؟ نفسك تقدم ايه؟ يعني السؤال ده سؤال جامد وإجابته قوية. أرجوك اتكلم بصراحة. أنا بجد نفسي يبقى في فن بيعبر عنا، بيعبر عن مجتمعنا، عن عاداتنا وتقاليدنا، الحلو والوحش، والوحش قبل الحلو، بس ما يبقاش إحنا بنطلع الوحش بس أو النماذج السيئة. يعني زي ما في ده في المجتمع في ده، ودائما وباستمرار احنا عايزين نعمل يعني تقدم للشباب والاجيال الجديده، فنقدم لهم الحاجه الحلوه،
اللي هي تعمل منهم مستقبل لبلدنا. زي ما كنا بنقول لسه قبل الفاصل، في شخصيات كتيرة جدا ممكن يتعمل عنها. هي الشخصيات دي بنقدمها ليه للشباب؟ عشان يشوفوا الناس دي عملت عليها اسم إيه ازاي، يعني ونجح ازاي، صح، وعمل مستقبله ازاي. يعني مشرفة مثلا اللي عملته الأستاذة، يعني بنبني الأجيال الجديدة دي من خلال الأعمال الفنية دي، حتى بدون يعني ما يبقى فيها قصد. لما تلاقي مثلا في فيلم من الأفلام راجل كذاب ونصاب وبيلعب بالبيضة والحاجة، وفي الآخر بياخد جزائه، خلاص أنا استوعبت كطفل أو كشاب صغير إن اللي هيعمل كده هيتجازى. لا، زي ما كان في الافلام اللي هي بتاعت المخدرات والحاجات دي كلها. بالعكس، هو الفن ملوش ليميت، يعني انت من حاجه تتكلم في كل حاجه وفي الاخر بتسيب الحلول للمشاهد، مش انا من حقي ان انا احط لا اي حل. لا يعني لا لا لا, لا انت صح، مش الفن ما بيقدمش حلول، صح، هو بيقدم مرآة وصورة من المجتمع، وبيوري الناس اللي بيجتهد ويثابر ويبقى عنده اصرار على النجاح بيوصل لايه، واللي بيقلب واللي مش عارف ايه بيوصل ايه. احنا مش عايزين اكتر من كده، عايزين نوري مصر. احنا معظم الافلام والمسلسلات اللي بتتعمل لانها مقتبسة مؤخرا، يعني من روايات فورمات من افلام ومسلسلات اجنبية اسباني هندي مش بتاعتنا، مش احنا يعني، مش بتاع انور وجدي صباح وفريد شوقي وصباح وليلى يعني لاحظت حاجه غريبه جدا. يعني رجعت الشريط كده بتاع فريد شوقي، فريد شوقي بدا مع انور وجدي في ادوار صغيره قوي زي الزعيم عادل امام. وعادل امام طبعا حبيبي ربنا يديله الصحه وكبر، بس انا بقصد ان انور وجدي في الفيلم بتاع خطف مراتي جايب فريد شوقي باسم فريد شوقي وحطه جنبه بطل، وبعدين في الاخر في استعراض كامل او حلم بتحلمه صباح هو بطوله فريد شوقي. ما قالش بقى انور وجدي لا 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 ايه ده انتوا هتعملوا لي ده، انا شفت ده بقى. فريد شوقي عمل كده مع نور الشريف ومحمود عبد لانه اتربى على العزيز. كده. هو فريد شوقي كان بيعمل الافلام دي وكانت من انتاجه وبيكتب اساميهم وبيطلعهم ابطال. ايوه، ما هي دي هو الناس اتربى على كده، ما هو لقى اللي بيقف جنبه وبيساعده. احنا النهارده ليه ما بنعملش ده؟ يعني انا شفت الاستاذ كمال الشناوي بيساعدني انا شخصيا في ده فيلم، كان في عمل ايه؟ فيلم انا عملت ايه؟ معاه فيلم اسمه اجدع ناس، كان اشرف عبد الباقي وصلاح عبد الله وكمال الشناوي وهالة صدقي، عن لعبه كده اسمها الفول كونتاكت. وعملت معاه مسلسل تاني اسمه بيت الازمرلي، كنت عامل فيه ابنه، كان يعني حاضني كده، وفي مره حبيت اقلده في مشهد يعني قلدته؟ هو قلدهولنا دلوقتي يا ريت. هو انا في الفيلم عامل ابنه، فانا ايه قلت ايه وانا داخل عليه كده راح اعمل المشهد انا بقى مع نفسي، يعني انا ايه بعمل ابن كمال الشناوي، طب انا هخش اعمل زي كمال الشناوي، ما انا ابنه ابنه يبقى انا واخد طباعه وانا حر. فقلت له بابا انا كنت عايز اروح الجامعه. قال لي يا شريف اللي انت بتعمله ده. قلت له لا ابدا. قال لي انت هتقعد تقول لا لا انت بتعمل ايه؟ قلت له يا استاذ كمال ما انا ابن حضرتك فممكن اتكلم زي. قال لي لا يا شريف خليك في الشخصيه بتاعتك بطريقتك بادائك، انما انت هتقلدني طب انا ده طريقتي، لا انت كمان لازم يبقى لك. قلت له ما انا ابن حضرتك والمفروض الابن يعني ممكن يبقى واخد من الاب. قال لي الابن واخد من الاب في الحياة، في الدراما ما ينفعش احنا الاتنين نتكلم. قال لي اعمل كده قول اللي انت. قلت له قال لي قول بس قول ما تكسفش قول. قلت له انا يا بابا كنت عايز اقول لحضرتك انا امبارح بالليل جيت متأخر عشان خاطر بصراحة اصحابي. قال لي انت بقى هتتكلم كده وانا هتكلم كده الناس هتطفي التلفزيون. لذيذ جميل. فدرس درس ان انت لما بتيجي بتعمل شخصيه صح خليك في تركيبتك، خليك في ادائك، في طريقتك، في اسلوبك، ما تقلدش حد. نور الشريف برضه خدت منه درس عمري. قال لك ايه؟ الله. لا ده والله لا استاذ نور كان حكايه كبيره الحقيقه. استاذ نور كان حكايه كبيره. هو يا حبيبي كان عمل فيلم
وعاقبوه عليه اللي هو ناجي العلي. ده فيلم هايل اه طبعا، وعظيم. يعني موضوع كان صعب شوية. فبيحضر فيلم بعد كده اسمه الطيب والشرس والجميلة طبعا مع إلهام شاهين. مع إلهام إلهام شاهين. شاهين كان وفريد شوقي، وكان إخراج مدحت السباعي. ايوه فهو جه حضر في المعهد مشروع تخرج يعني بتاعي، كان مشروع التخرج بتاعي، فعجبته فبعت لي في الفيلم. رحت قابلت الناس وخدت نسخة يعني، السيناريو. وبعدين ايه رجعوا قالوا لي لا طب ابعت النسخة يا شريف عشان فيها شوية تعديلات هنعملها. قلت لهم حاضر، وديت لهم النسخة. المهم بدأوا يصوروا الفيلم. انا ما عنديش فكرة ليه الاستاذ نور ما بعتليش، ما انا بعتلي في الاول، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا ما اعرفش يعني، وما كلمتش حد وما سألتش. فجأة لقيت تليفون في البيت، شريف بكرة تيجي مدينة الإنتاج السينمائي عندك تصوير في فيلم الطيب والشرس والجميلة. قلت له إمتى؟ كان مدير الإنتاج اسمه الأستاذ عبد الرؤوف. قلت له إمتى يا أستاذ؟ قال لي بكرة. قلت له بكرة إزاي يعني؟ قال لي تعالى بس وإحنا هتصور مشهدين. قلت له أيوه يعني هصور مشهدين، هلبس إيه بتاع؟ قال لي يا عم هات بدلتين كده ولا 3 بدل معاك وتعالى عشان. قلت له يعني انا مش قاعد على الرصيف يا استاذ عبد الرؤوف. قال الاستاذ بصي بقى، الاستاذ نور قال كلمه شريف خليه يجي. الحقيقه انا اللي كنت غبي بصراحه. قلت لهم لا مش هقدر اجي. قال لي يعني اقول للاستاذ نور ان احنا كلم، بصي يعني كمان ايه بيهددني او بيقول لي يعني خلي بالك، انا برضو مش واخد بالي. اقول للاستاذ نور ان انت مش هتيجي بكره؟ قلت له يا استاذ عبد الرؤوف، الاستاذ نور الشريف راجل اكاديمي وعارف ان الممثل عارف ان الممثل لازم وهو نازل من البيت يبقى عارف الشخصيه وحاجات كده، يعني من الحاجات اللي هي ايه كان الواحد لسه بقى يعني عنفوان الدراسه طبعا والحاجات دي طبعا. واخداه يعني. قال لي طيب، وخلص الموضوع على كده. فحد عرف قال لي انت اتجننت يا شريف؟ قلت له ليه؟ قال لي يعني ايه الاستاذ نور؟ قلت له ايوه يعني هم قالوا لي هنعمل تعديلات ونكلمك فجاه بيصوروا، فجاه تعالى صور. ما قال لي يا ابني ده نور الشريف يعني ده انا ما كنتش فاهم الحقيقه يعني مش هكذب عليك. المهم ايه؟ جه مسلسل الرجل الاخر. طبعا. فانا كلموني عشان اروح اعمل دور ضابط المباحث اللي بيظهر في اول حلقتين وبيلاقي الاستاذ نور يعني مرمي على الارض وفي اخر وبيحقق معاه ومش عارف ايه وحاجات زي كده. فرحت قلت يعني اصالحه. فوانا بصور مع الاستاذ نور بقول له يا استاذ نور يعني، قال لي بص يا شريف انا كنت في الفتره دي عندي اكتئاب شديد جدا. شوفي صراحته بقى وجماله، وكل الصحف وكل الجرايد ضدي وبتشتمني عشان انا عملت فيلم ومش عارف هما بيعملوا معايا كده ليه، لدرجه ان انا فكرت ان انا اعتزل المهنه واسافله كان عليه مشكله. وانا عايزك انت تعمل الدور. ففضلت ساكت ومسكت الحكايه ومنيمها لغايه تاني يوم التصوير. فكلموك جميل. فانت ما رضيتش تيجي. جميل. والطرف التاني عايز يجيب حد تاني. قال لي اضطريت اجيبه، انا ما كنتش عايزه، كنت عايزك انت. شفت الصراحه والوضوح والجمال. لا وقد ايه يعني نور الشريف، انا خدت درس انه يعني ممكن يبقى في حاجه انا مش عارفها، او اي فنان يعني ما تتضايقش مثلا انه عملت معاك كده في اللحظه دي ممكن في بفاديك بحاجه تانية. صح. فهو يعني لا كانت حكايه نور، صح. استاذ نور كان جميل الله يرحمه. رايك ايه في الذكاء الاصطناعي الجديد ده؟ ما ده بقى ده اللي مبهدلنا. ده الموضه اليومين دول ده اللي مبهدلنا. الذكاء الصناعي لا ده رايك ايه؟ يعني يخلوا نجومنا الكبار دلوقتي يغنوا اغاني، وممكن يغنوا اغاني بلغات مختلفه قريت شويه في الحته دي، يعني انه احنا هياخدوا بصمة صوت شريف مثلا ويعملوا فيلم من غير شريف.
وقالوا هياخدوا بصمة صوت المذيعين ويعملوا برامج ويقعدونا في البيت. بالظبط كده، زي ما هو دلوقتي بياخدوا الهيلوجرام اللي بيتعمل دوت مثلا شكل عبد الحليم، شكل عبد ام الحليم كلثوم. وام كلثوم وبتغني بنفس الصوت يعني طبعا الاغاني بلاي باك. فاحنا لا، احنا في طاوله، انا متهول عارفه، دب 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 دب، ضربات حاجات ضربات. كتير قوي، متغيرات فعلا يعني كتيرة مش جدا. ملاحقين عليها الحقيقه، وانا مش عارف اواكب الحكايه ديت، فعصراني شويه مش يعني. حاببها. لا مش حاببها، بس مش ما فيهاش الروح، ما فيهاش كلها بلا روح. ما فيهاش المشاعر وبصة العين يعني. انا لغايه النهارده مع ابني اما يبعت لي رساله على الواتساب، يا ابني اللي مش عارف ايه، كلمني اسمع. انا لما بسمع صوت انجي، ازيك يا شريف، بعرف على طول، مالك يا انجي، صح انت في حاجه متضايقه صح ليه؟ ما انا بكلمك اهو. نبرة صوت البني آدم الواحد بيحسها، دي مظبوط مظبوط فقدناها. مظبوط. ازيك يا انجي؟ الحمد لله يا شريف. حاجة هتعمل ايه النهارده يا اه شريف؟ عندي تصوير يا انجي. ايوه طب كويس، ربنا معاك، خلاص خلص الموضوع. للأسف للأسف. يعني ده بعيدا عن الذكاء ايوه الاصطناعي، طبعا. بس بس ده بقت هي دي الحياة. تمهيد للي احنا فيه دلوقتي. صح. لو وقفنا عند الاختيار، طبعا. وفي اعمال بتتكلم عن سيرة ذاتية وحضرتك مثلت في الاعمال دي زي قاسم امين وزي مصطفى مشرفة وزي الاختيار وغيرها، اعمال كتيرة جدا وأهل بتتكلم عن، الهوى. واهل اهل الهوى، شاركت في اعمال بتتكلم عن ناس موجودة وحقيقية وسيرة ذاتية. لما بتخش اي عمل يا استاذ شريف وانت بتعمل وبتمثل دور انت بتخلقه من لحم ودم وبتعمل له تاريخه وتفاصيله، وما بتخش تمثل دور اوريدي موجود وانت داخل تمثله، الممثل في الحالة دي بيتعامل ازاي مع ده ومع ده؟ هل بتبقى مثلا مهتم اكتر سبيشلي مثلا على حاجة زي الاختيار؟ هل الممثل بيكون متوتر اكتر لان هو بيجسد مرحلة معينة من تاريخ تاريخنا يعني، ولا بيخش برضه بيتعامل معاها زي عمل تاني هو بيصنع له هذا التاريخ؟ طب انا بس معترض بعد اذنك اتفضل. على كلمه استاذ شريف. انا عمال اقول لك يا انجي عشان انا احس ان انت اختي ربنا وصاحبتي يخليك ربنا وتقولي يخليك. يعني لا هي على لا، فكرة انا احس ان انا قاعد مع حد لا، يعني قاعدين على فريندلي الكنبة، قاعدين فريندلي على الكنبة. يعني، بالظبط شريف وانجي بالظبط. وكده يعني، ايوه انا مضايق وخاصه جدا على فكرة ان انا بحبك يا كمذيعه حبيبي وممثله برضو، انت مثلتي عملتي حاجات حلوه شوية. قوي. كتبت الجزئيه شوية يا شوية حبيبي. بحاول بحاول. لا هو طبعا الاعمال اللي فيها حكي عن تاريخ بلدنا بيبقى حاله مختلفه، بيبقى الممثل بيتعامل مع ده ازاي؟ انا شخصيا ببقى حاسس بالمسؤوليه، وحاسس انه انا بعلم الاجيال اللي جايه حاجه هما ما عاشوهاش يعني. ال 20 سنه بقى واعي، بقى مدرك، صح. فمش هو ما يعرفش ايه اللي حصل، هو يسمع يعني. خلي بال كانجي، واحنا في حاجات كتير حتى وقتها ما كفايت كناش علينا نعرفها طبعا، كفايت عرفناها. علينا. فالنهارده انا ابني مثلا في 2011 ديت كان عنده 6 سنين تقريبا، النهارده عنده ما شاء 19 الله سنه او داخل عليا. ففي حاجات طبعا، فانا بحس بقى في الاختيار ده باهميه العمل، بعظمه ان احنا بنقدم حاجه بتحكي عنا، عن تاريخنا، خاصه الاختيار. الاختيار بالتحديد لانه كان مصري قوي، كان بيحكي عن مصر اللي جوه، مش عمل تاريخي فات عليه مثلا 40 50 سنه، لا ده احنا احداث عشناها وكلنا اتوجعنا منها وكلنا تألمنا اللي كان بيحصل في بلدنا في الفتره ديت. فكنت حاسس باهميته لدرجه انه انا كنت بنفعل بجد في بعض المشاهد. انت عارف انا كنت عندي محل انتيكس كده ببيع وبتاع، وبيجي لي واحد عايز يأجر، فكنت بنفعل اقول له في ايه؟ ما يعني عارف اللي هو ايوه متضايق عايز اكله، مخلول. عايز طبعا اكله. طبعا صح مع صح انه زميلي وصاحبي وكل ايوه حاجه، بس بس لا بالحد على اعصابه. الاعمال التاريخيه التانيه مثلا زي مشرف، انا عملت فيه مكرم عبيد، انا ما عاصرتوش ولا عشته،
بس قريت كتير عنه قعدت وجبت له صور وبقيت انا مجنون شويه كده. مع حد من عيلته؟ لا من عيله مكرم عبيد لا يعني، بس حد بعد ما المسلسل اتعرض كلم مدام انعام وقال لها على فكره شريف عامل مكرم عبيد، قابلته في مناسبه كده كان فيها تكريم اللي هي المركز القومي ايوه لحقوق الانسان او المجلس القومي لحقوق ايوه الانسان. قال لي تعالى يا شريف، قلت له رحت له قلت له تعالى يا مكرم، قلت له يا شريف. قال لي ما انا عارف، بس انت ازاي مشيت زي مكرم؟ انت كنت بتمشي زيه بالظبط وبتتكلم زي. قلت له والله يا دكتور. قال لي اه انا شفته عاصرته يا ابني، انت كنت بتتكلم وتمشي زي. انا ما شفتوش ما عاصرتوش، بس من كتر ما كنت مجنون بقول لك بجيب صوره مكرم عبيد انا دي واطفي الانوار كلها واعمل عليها سبوت وانا في البيت كده. طبعا. انا اللي مجنون. لا بس هو على فكرة الفنانين اللي بجد بيبقوا كده يعني، بيتعمقوا لهذا العمق حب حب الشغلانه، حب الشغلانة. انك انت مسؤوله، انت بتعملي حاجه الناس كلها هتتفرج يعني كتير ما شافوش مكرم عبيد، فوانا بعمله بقول يا رب اعمل حاجه فيها يعني لمحه منه كده الناس تصدقني. هنشوف حضرتك قريب في اعمال ان شاء الله. انا كان ليا رمضان دوت برضو مسلسل كان بيتذاع في التلفزيون المصري اللي هو ليل ام البنات مع سهير رمزي، ست فنانه جميله جميله. وانسانه يا سلام. اول لقيتها مره ازاي؟ شفتها ازاي؟ اول مره اول اتعامل مره مع اشتغل سهير معاها. رمزي بس بحبها طول عمري اكيد يعني. كلنا، ده سهير من رمزي زمان بقى ما يعني. لا تهزريش ما بقى، فيش هزار لا سهير رمزي بقى. طبعا، ده يعني حاجه تانية يعني. لا ست لطيفه جدا وذوق جدا ويعني هانم كده وروحها حلوه، وكانت يعني تقول لي انت ابني. وحبيت التجربه بتاعت ليل ام جدا البنات. جدا جدا جدا، مع ان انا كنت عامل دور شرير يعني محامي كده بس حلوه الادوار دي، بيقلب بيقلب في حلوه الحكايه الادوار دي. شويه. ان شاء الله يعني يمكن في حاجه كده قريب اسمها مسلسل صعيدي، هو يعني صيد المغارب. مستنيينه قريب ان شاء الله. ده لسه هنبدا فيه تصوير يعني طب قريب الحمد خالص. لله الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. مش عايزينك تغيب عننا. وانا مش عايزك تغيبي عننا، وعايزك تبقي مصابره ومكافحه ومصره على انك انت تعملي البرنامج ده، لانه برنامج من اهم البرامج اللي بتتذاع في التلفزيون المصري. بس انا بأناشد الناس المسؤوله يدوكوا شويه امكانيات، بس امكانيات شويه صغيرين مش عايزين كتير، حاجه بسيطه كده. بص حضرتك هقول لك على حاجه، بنشتغل في ظروف ما فيهاش اي نوع من الامكانيات، وللاسف الشديد كمان ما فيهاش اي نوع من التقدير، ودي بتبقى اكتر حاجه توجع بتوجع اي طبعا حد. طبعا طبعا. فالحلو ان انت بتبقى عايز تقدم اعمال كويسه وعايز تقدم حاجات ايوه بس يا مشرفه انجي احنا لبلدك، هنفضل لغايه امتى؟ وانا بتكلم بصراحه. لا احنا لغايه امتى هنفضل نتوجع وساكتين؟ هنفضل من لامتى بنحاول نعمل حاجه حلوه لبلدنا ولتاريخنا ولفننا وبنعملها يعني بالكاد وبالعافيه وبالخناق وبنعملها حلو، مع كل ده برضو مع كل ده بنعملها حلو، ومع ذلك ما حدش يقول لك والله انت عامله حاجه حلوه قوي. لا انت بصي البرنامج ده عايزين نصنفره ونلمعه شويه كده ما فيش. طب ليه؟ ليه حرام عليكم؟ نداء للسادة المسؤولين، البرنامج ده بقاله فوق ال5 سنين، برنامج استضاف نجوم من الوطن العربي ومن مصر طبعا اكيد، وبنطالب النهارده لو صوتنا وصل ان احنا محتاجين امكانيات اكتر عشان عايزين نطور من شغلنا، انجي وده نداء البرنامج بسيط. بتاعك ده في قنوات قائمة عليه، يعني قناة باسمها بكيانها بتعمل برنامج عن تاريخ السينما المصرية، بس مدي فاتحين لهم سكه لا عاملين احنا عندنا امكانيات. حاجات كتير اوي ممكن يعني نتكلم فيها احنا يا النهارده في استاذي، بس دول، هو التقدير. معلش في دول بتعمل حفلات وفن على الفن المصري طبعا. ويكسبوا من وراه. ايوه طب واحنا ده بتاعتنا، واقول لك على دي حاجه، بلدنا ده شارعنا. اقول لك على حاجه، شكرا للدول دي. طبعا شكرا مش ان انا هم مش مقدريننا. انا مش انا ده بالعكس تحيه ليهم، وان هم بيعملوا حاجه حلوه لينا يعني، بيقدموا فنانين ويعملوا لهم حفلات ويقدموهم في استعراضات اي حد وشو بيقدر. كبير جدا لفن مصر. ما هو انت بتقدمي مصر، طب احنا بنقدم ايه لنفسنا؟ احنا بنقدم ايه لبلدنا؟ ليه بندوس على ولادنا رموزنا على ولاد البلد. نجاحاتنا؟ ده انا بسمع كلام يا انجي عن فنانين مشوا وماتوا، يقول لك ده اصله كان مش عارف ايه، ده كان بيعمل، ده كان ما بيتعامل مع الناس بقلاطه ايه ايه ده؟ بتوعنا دول بتوعنا. يعني استاذ عادل امام
ما ترحمش من الحكايه دي. في عيد ميلاده الاخراني ده، ربنا يديله الصحه يا حبيبي، ربنا يديله الصحه، لقيت ناس بتكتب يقول لك عادل امام لما كان بيعمل فيلم اللي هو من 30 سنه مش عارف عمل ايه مع مين الله، تفاهات يا تفاهات، استاذ انت بتطلع الوحش، تفاهات تفاهات. ما كلنا ممكن نكون عملنا حاجه بس. لا، وفي النهايه الصح هو الصح، والكبير هو طبعا الكبير، ما هو عشان كبير فالاقزام بيحاولوا يخبطوا فيه عشان بيلوشوا بيلوشوا عشرين، بس للاسف مش هيقدروا، مش هيقدروا بجد. طبعا، هيروحوا فين؟ التقدير التقدير، وحافظوا على نجومنا، حافظوا على فننا، حافظوا على اعمالنا. اي حد بيقدرنا بنقول له شكرا. وانا النهارده جاي اقول لحضرتك شكرا على اللي قدمته، وشكرا على اللي لسه هتقدمه مع التطور الجديد اللي احنا فيه. بشكرك جدا، بشكرك جدا، شكرك، باي باي. شكرا، ميرسي. كنا النهارده مع النجم الشريف خير الله، وحلقه جديده وكلوز اب، واستنونا اكيد الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده، وتصبحوا على خير.